إذا الفوز الكبير لم يكن متوقع، فما الأسباب التي جعلت نتنياهو أقرب للفوز من وجهة نظرك؟ أعتقد أن هناك جملة من الأسباب حقيقة. السبب الأول أو المحور الأول يتعلق بأداء نتنياهو والأحزاب المتحالفة معه خلال الانتخابات. نتنياهو وعد الناخبين الإسرائيليين بمجموعة من الوعود الانتخابية، في مقدمتها تخفيض الضرائب على الطاقة، تحسين سياسات الإسكان، التعليم المجاني لجميع المراحل في إسرائيل. وبالتالي هذه الوعود الانتخابية يعني غازلت الكثير من الطموحات الاقتصادية لدى الناخب الإسرائيلي الذي يدرك أن العالم يعيش أزمة اقتصادية، وأن هناك ارتفاع خلال السنوات الماضية لمعدلات البطالة ومعدلات التضخم في إسرائيل. وبالتالي هذا الناخب الذي يركز على الأبعاد الاقتصادية ربما وجد هذه الوعود الانتخابية من جانب نتنياهو وتحالفه في لها الأولوية، وبالتالي أعطى له صوت. الجانب الآخر أتصور أنه يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية التي تزعمها يائير لابيد وقبلها حكومة بينيت، والتي كان يغلب عليها التجرذم الأيديولوجي والتفتت فيما يتعلق بالقوى المكونة لهذه الحكومة، ووجود تباينات واضحة في البنية الأيديولوجية لأحزاب هذه الحكومة. وبالتالي بدت هذه الحكومة منقسمة على نفسها، لم تستطع أن تقدم جديدا للناخب الإسرائيلي، لم تستطع أن تقدم أي تطور سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي، لم تستطع أيضا أن تقدم أي شكل من أشكال التقدم على المستوى في السياسة الخارجية، وبالتالي لم تقنع الناخب الإسرائيلي باستمرار دعمها في الانتخابات الأخيرة. المستوى الثالث من الأسباب التي ربما دفعت الناخب الإسرائيلي إلى التصويت لنتنياهو وإعادة نتنياهو إلى سدة الحكم مرة أخرى، أتصور أنه يتعلق بالبعد الإقليمي والدولي، خاصة في ظل السياسة التي توصف من جانب بعض دوائر السياسة الإسرائيلية بأنها سياسة مهادنة أو سياسة ناعمة من جانب الإدارة الأمريكية في مواجهة إيران وفي مواجهة الملف النووي الإيراني. وبالتالي ربما الناخب الذي يغلب الأبعاد الأمنية أيضا يرغب في مزيد من التشدد من جانب السياسة الإسرائيلية، وبالتالي أعطى صوته أيضا لنتنياهو الذي يزعم أو الذي يروج أنه يمتلك رؤية واضحة للتعامل مع الملف النووي الإيراني، يمتلك أيضا قدرة للضغط على القرار الأمريكي. وبالتالي تحالفت هذه المتغيرات أو هذه المسارات. طيب دكتور أسامة، المسار الداخلي، المسار الاقتصادي، والمسار الإقليمي.